السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أتكلم عن ماء أهم شيء بالحياة، ولكن ليس أي ماء، بل هو ماء زمزم، فهو سيد المياه. شفت ماء زمزم في السوبر ماركت وحبيت أعمل لكم فيديو بسيط عن ماء زمزم. أهم شيء يكون في درجة حرارة الغرفة أو المطبخ لا تقل عن 30 درجة حرارة، وهو صالح على مدى الحياة، ليس له مدة. ما شاء الله تبارك الله، الله طارح فيه البركة هذا البئر علشان يشربوا منه المعتمرين والحجاج. ماء زمزم له فوائد صحية لا تعد ولا تحصى. ماء زمزم ماء مبارك أنزله الله سبحانه وتعالى، يتميز بعذوبته التي لا يمتلكها أي ماء آخر، وله القدرة على الشفاء من الأمراض، بالذات لما تشربيه على الريق صباحا. لازم نشرب ماء زمزم بنية الشفاء، ونقول اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. هذا ماء زمزم، أنا بحب أشرب الماء الزمزم، الكاسات هذه الألمنيوم تعطيني برودة بالمية، علشان تنطقم ماء زمزم حط عليها نقطة الماء الكادي كده، وهذه هي ماء زمزم. شوفوا كيف الصفاء اللي هي مصفية، شايفين ما شاء الله تبارك الله. يشربها الواحد على الريق ويقول اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك يا الله، يتوكل على الله وربنا ان شاء الله في ايده الشفاء ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك وتفعلوا جرس التنبيهات وكتابة التعليق. شكرا للمشتركين في قناتي، واللي مش مشترك ياريت يشترك، وصلولي 1000 مشترك من فضلكم. بارك الله فيكم، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو.